بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية كنشكر موقع المدار 21 على هذا اللقاء. اسم ديالي عبد العزيز بقالي، رئيس التنسيقية الوطنية لعائلية العالقين والمعتقلين المغاربة في سوريا والعراق. صراحة موضوع فتح السفارة المغربية في العراق هو موضوع العائلة كانت كتنتظروه لسنين طويلة، لأن ملف هذا الملف في العراق، المعتقلين المغاربة في العراق، أصبح ملف إنساني أكثر ما هو ملف أمني ولا أو مرتبط بملف الإرهاب أو ما شابه ذلك، لأن الملف هذا عمر طويلا ودز عليه سنين طويلة، وهناك مأسس بما تحمل الكلمة من معنى. ملف اللي كانت البداية ديالو أثناء الغزو الأمريكي للعراق، وكان أولى الاعتقالات هما من الشباب تعتقلوا في 2004 في شهر 4 بالضبط، يعني الشباب اللي ضربوا الآن ما يقارب 18 سنة ديال الاعتقال أو 19 سنة. هاد المدة هادي اللي دازت كاملة لم يسبق لأي شخص زارهم في السجن، لم السفارة المغربية اللي كانت لا توجد، وهذا باستقصاد ديالنا، ولا من مسؤولين ولا من عائلات ولا حتى أي زيارة تلقاوها. يعني ما كنعرفوش الاوضاع الصحيه ديالهم، ما كنعرفوش الاوضاع الصحيه ديالهم، يعني كارثيه. يعني توصلنا مؤخرا بنداءات من تما، لم يوجد النساء اللي معتقلين تما وبنتهم، لم اشخاص اخرين، شباب اخرين كاينين بعض السجون اخرى، يعني حالتهم حاله يعني امراض كارثيه، بزاف الامراض فيها. انطلاقا من هذا المنبر هذا كنوجه الرساله ديالي، كنوجه بعد الشكر ديالي لوزير الخارجيه المغربي على المجهود اللي كيعملوا وعلى الجميع اللي ساهموا في هذا فتح السفاره. والرساله اخرى كنوجهها لعله القائم بالاعمال السفاره هو اللي كاين دابا الان، على حسب علمي والله اعلم، باقي ما تعينش السفير يعني رسمي. كنوجه الرساله ديالو ليه، الرساله ديالي كنوجهها ليه، كنقول له زعما بحكم ان هذا الملف عمر طويلا وحاله انسانيه والمشاكل اللي كاينه، ما كرهناش يقوم بشي زياره للسجناء تما، يحسون بعد على الاقل بان بلاد ديالهم راه ما نساش تمشي، وبان انفراج في الملف قرب ان شاء الله، طلب الله عز وجل يكون قرب. وكذلك كنوجه الرساله للمسؤولين، كنقول يعني لقد حان الوقت، حان الوقت لكي يتحل هذا الملف هذا. لملف الدول العربية تما أغلبها تحلت، إلا بعض الملفات اللي قلالين اللي بقوا تما. كنتمنى المغرب شي خطوة يعني في أسرع وقت يجيب بعد، يجيب شي خطوة الأولية بعد اللي تأكد على ارتياح، يحسوا العائلة صراحة بأن هاد الملف ماشي في الحل، خصوصا أن تما جوج النساء يعني في كما قلت حتى هما كيعانوا امراض، يعني امراض اقدرش نقول لك يعني معاناه اللي كيعانيها من هاد الامراض هادي، يعني فقر الدم، فقر الدم الحاد كيوقع لهم، انهيار، يعني امراض يعني خصهم تبع علاج نفسي ملي يجوا ان شاء الله. وحده فيهم تزادت لها الزياده تما داخل السجن، تعتقلت وهي حامله، بنتها لحد الان بقى لحد الان داخل السجن مع الام ديالها. يعني ملف العراق بأكمله هو ملف إنساني بالدرجة الأولى. هناك عندنا عناصر أصلا كملت مدة المحكومية ديالها ما يقارب أربعة الأشخاص، خصهم فقط الإفراج الشرطي، هذا الإفراج الشرطي كيخرج من المحكمة، يعني كيتلقى له محامي باش كيتم التسليم ديالو. يعني الملفات ديالنا حنا المغاربة اللي تما كما كيقولوا ماشي شي ملفات اللي صعابين ولا ملفات سهلة، وكنتمنى المسؤولين يكونوا كيخدموا على هذه الملفات هذه وعلى هذا الموضوع هذا. نطلب الله عز وجل يعجل لهم بالفرج عن قريب. اللي خصها تعملوا بعدا، اول شيء خصها تمشي تزور السجناء هما الاوليين، وتنسق في العمل بين وزاره العدل، وزاره العدل العراقيه ووزاره العدل المغربيه، يتم الترتيب شي زياره وزير العدل المغربي. هذه اللي كنتظروا حنا، الترتيب الزياره وزير العدل المغربي من بغداد، باش يعمل لنا سبق لهم ما عملوا وزير العدل المغربي، يعمل لقاء هنا في المغرب مع عبد الستار السولار ولا شي مسمي وزير العدل العراقي، عمل معاه لقاء هنا وعملوا اتفاقيات هنا
ودابا كينتظر وزير العدل العراقي كينتظروا شي لقاء يتعمل في بغداد بين وزير العدل المغربي والعراقي تما في بغداد باش يكملوا اتفاقية بين المغرب وبين وزارة العدل المغربية ووزارة العدل العراقية. وهذه الاتفاقية هذه هي اللي حنا كنراهنوا عليها من أجل إذا كان شي تسليم إن شاء الله. وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.